السلام عليكم، اش اخباركم؟ كل شيء بخير، صحيحتكم لاباس، اموركم على خير. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، واحوالكم طيبه. اليوم غادي اللي قال هذاك ما نخرجوش من الجماعه، حتى حنا نخلط معكم السلو ديالي. تبارك الله، ما كاينش شي بيت مغربي ما كيديرش هذه الوصفه هذه في هذا الشهر المبارك السعيد. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه والهنا والابتسار والخير والبركات ان شاء الله. انا غندير طريقه زمان البنات، طريقه تقليديه اللي كانوا والدينا الله يرحمهم، اللي مات الله يرحمه، اللي باقي في الحياه الله يجعل فيه الخير والبركه ان شاء الله. غير هو انا يا اللوز ما قليتوش، قليت غير واحد القياس البنات باش غادي ندير تزيين، ولكن انا كنحمر كل شيء. المهم كل شيء راه مغسول، كل شيء منقي، كل شيء محمر البنات، وكل شيء مطحون باش ما نطولش عليكم الفيديو. ولكن البنات بقاو متبعين معايا، غادي ناخذ واحد البواطه صغيره ليا انايا بالضبط، غنزيد فيها جوج مكونين البنات خطيرين، وان شاء الله ملي غنوصلوا لديك المرحله غنقول لكم الفوائد ديالهم من عند الاخصائيين البنات، ماشي من عندي انا. راه حنا المثل الاعلى في الدكاتره ديال التغذيه هو الدكتور الفايد. دابا تشوفوا ان شاء الله هاد الحبوب هادو اللي غنزيد انا غير قلت لكم في واحد البواطه ليا انا، والاخر غادي نديرو عادي البنات لوليداتي والداري ان شاء الله. بقاو معايا. اول حاجه البنات ها هو اللوز، اللوز ديالي اللي هو خليته قلت لكم انا كنغسلو شويه، كنشلو ضروري بالماء، وكنحمرو في الفران، وكان هرمشت النص والنص الاخر راه مطحون. عندي هنا زنجلان هو كنخليه هو للتزيين باش كيبقى باين في سلو واحد القياس. ما نعطيكمش العبارات، كل واحد على حساب الاستطاعه ديالو البنات. هنايا هو الزنجلان ديالي اللي هو كندير مثلا طحنه مهرمشه شويه وطحنه منيله مزيان. انا طحنت في الدار، ما كيعجبنيش داك الطحين ديال برا البنات، كيجي منيل ما فيه ما كتعجبني انا ديك القرمشه فيه. وهنا كندير فيه كاوكاو البنات، كيجي فيه رائع بزاف. انا كنت كندير بعض المرات غير اللوز والزنجلان، ولكن صدقوني لوغو ديال السلو اللي كيكون فيه كاوكاو كيكون فيه واحد المذاق زوين البنات. هويا مغسول محمر البنات ومهرمش، والتحت التحتاني ديالو اللي تحت زعما من البواطه هويا راه داير، هو راه منيل. يعني كندير طحنه منيله مزيان وطحنه هكايا مهرمشه. هنا عندي الحبوب، عندي هذا، عندي النافع، عندي حبه حلاوه، وعندي الزريعه ديال البسباس. انا كنديرهم ثلاثه بهما البنات. عندي هنا اربعه المعالق، لحقاش عندي 3 كيلو د الزنجلان وجوج كيلو د اللوز وكيلو د كاوكاو، يعني بحال اللي تقولي ثلاثه. وعندي هنايا القرفه من طبيعه الحال ها هي، وعندي هنايا واحد الكوزه ونص مطحونه، وهذه مسكه حره حتى هي مطحونه مع شويه ديال السكر. هذا الشيء اللي كاين، وسكر كلاصي من طبيعه الحال، والدهون باش غادي نخلطو. المهم البنات ها هو الطحين ديالي انا، رانا كنحمرو، ما عرفتش واش الكاميرا كتبين مزيان. كنحمرو كيجي غير مذهب بحال هكايا، ما يجيش فايتو شويه التحمار، كيجي في اللون ما هوش. انا كنت واحد العام جربت درتو بالطحين الكامل، ولكن محيده لي النخالة الرقيقه ولا الاخرى، جاني شويه ثقيله البنات. وليت كندير الطحين الابيض شويه غالب على الطحين ديال القمح من طبيعه الحال، كنكونوا محيدين ليه النخاله لا الغليظه لا الرقيقه. عندي واحد القياس انا دايره غير 3 كيلو هنايا، ما كنبغيش ندير، هو كيقول لك نفس عبار القوام، هو عبار لان جيت غادي ندير 6 كيلو ديال الطحين على حساب هاد المقادير اللي عندي. لحقاش عندي 3 كيلو الزنجلان قلت لكم، وجوج كيلو ديال اللوز وكيلو الكاوكاو، يعني 6 كيلو من غير هادوك النواشف دوك الحبوب الاخرين. ما عليناش، انا درت الطحين البنات، غادي نخوي دابا هادو دياولي. بسم الله،
ضروري واحد شوية ديال الملح البنات. كنديروا المسكة الحرة البنات، هي مطحونة، وشوية ديال الجوزة، درت انا جوزة ونص بركة، وسكر البنات، سكر كلاصي. انا في هذا العبار هذا كله غادي ندير تقريبا شي كيلو ولا ربع هكا كباركة، باش ما يجيناش حلو بزاف. صافي البنات، بسم الله، نخلطوا هاد النواشف كامل البنات. دابا البنات من بعد ما خلطنا النواشف كامله غنخويو داك الزنجلان، انا كنخليها هكايا صاين محمر. صافي غادي نخلطوه معاه. من بعد البنات ما خلطنا النواشف كامله، انا ما كنديرش شوف نتوما باش كتخلطوا، كاين اللي كيخلطوا بالزيت البلديه، كاين اللي كيخلطوا بالزيت اللي كيكون قالي فيها اللوز مع الزبده، كاين اللي كيفضل داك دباز التمر حتى هو كيخلطوا به. المهم اي حاجه كناخد انايا واحد القياس، مثلا اما شي مرات كنقسمو على النص، اما كندير ربع، اما على حساب. المهم خلي واحد البواطه كبيره هكايا تكون يعني النواشف كلها مخلطه، وسدو عليها، تكون بواطه من طبيعه الحال البلاستيك ديالها يكون مزيان، وتكون كتسد مزيان، وخليه في الكونجيلاتور فوق ما سالى ليكم هذاك الاولاني اللي كيكون مخلط، كتجبدوا هذاك من الكونجيلاتور البنات، كيكون باقي طري بحال اللي عاد، عرفتي على ريحه كتبقى مجهده فيه، حسن من اننا نخلطوا نسلو كله بمره، وكيبقى لنا حتى المور رمضان، ومره كناكلو مره ما كناكلوش. اللهم نخليو هكاك، النهار اللي تجينا ديك الشهيوه ديالو كنهبطوه، فوا هو راه ما كيتكونج لا ما والو، راكو عارفين الطحين يتحيد منه غير داك الجهد ديال البروده ديال الكونجيلاتور، صافو كتخلطوه كيبقى عندكم سلو دائما طري. هادشي اللي كندير البنات، انا رانا حيدت بواطه كبيره، ها هي غادي نسد، ندير لها فيلم اليمونتير، وغادي نسد عليها مزيان ونديرها في كونجيلاتور فوق ما سالا هذا، نجبدو ونعاود نخلطو. وعاد غادي ناخد واحد البواطه ليا انا صغيره باش غنزيدها هذوك الحبوب اللي قلت لكم، ونخلط ان شاء الله. المهم البنات انا خديت هذه البواطه هذه، درت فيها واحد القياس، حتى هو غنزيدو هاد الحبوب هادو البنات، هذه الزريعه ديال القرعه، اللون ديالها كيكون بحال اللي زيتي، والزريعه ديال نوار الشمس. هادو البنات راني شللتهم طبيعه الحال بالماء، المهم تحيدوا منهم دوك الغبار. وهذا كناخدها الزريعه نوار الشمس، راه حنا كناخدوها دايره يعني منقيه، وهذه حتى هي ما كتنقاش، هي كتطحن بالجلفه ديالها. عرفتوا البنات الفوائد ديالها، دخلوا عند الدكتور الفايد وديروا هاد فوائد زريعه ديال نوار الشمس، وتشوفوا البنات قال لك على الاقل حنا
عندنا مشاكل في المغرب ديال لا فيتامين دي، وحنا عندنا الشمس وما كنستافدوش منها. تصور داروا احصائيات قالوا لك 85% ديال المغاربه عندهم النقص في لا فيتامين دي، منهم انا البنات، انا ما وصلش للنورمال، هي يعني النورمال كاينه 30، انا يلا عندي 18. ما عليناش، عندها فوائد كثيره للوليدات الصغار. الوليدات الصغار راه نتوما غادي تدخلوا للحلقه ديالو غادي تشوفوا الوليدات الصغار ياخذوا المهم حنا بقى عاقله، حنايا الناس الكبار البالغين كان خصنا ناخذوا 3 د المعالق ديال الزريعه نوار الشمس منقيه، تاخذوها هكاك ولا ديروها. انا كنديرها حتى في لي سوب البنات، في لي سالاد، في بزاف ديال الحوايج. شي مرات كنديرها في الراي في دانون ولا شي حويجه، هما اللي غادي نزيد البنات. وراه مني كتحمر وكتقليوها وكتطحن كتجي لوكو ديالها رائعه البنات، بحال اللي كتاكلوا اللوز. ها هي انايا درت تقريبا هذا القياس هذا، ودرت ها هي هذه الزريعه الخضراء، شفتوها البنات ديال القرعه كيفاش كيكون اللون ديالها بحال بيستاش، كتجي رائعه البنات. هادو هما الحبوب اللي غادي نزيد انايا السلو ديال هذا ديالي يا البنات. السكر انا ما درتوش فيها البنات، انا خليته هكاك، زدتو غير دوك الحبوب والسكر ما درتوش. دابا غادي نخلط كل شيء. عار اللي عنده شي جهده البنات ما نقولش لكم، هاد الدليك ديالو كيطيح الكتاف. انا البنات غادي نخلطو بالزبده، العسل ما كنديروش صراحه الله، كينشف سلوى البنات. يعني هاد الحوايج كلهم جربناهم، انا كندير الحاجه اللي هي كتكون كتعجبني صراحه. الزبده انا كنخليها حتى شتو البنات اللبن كله هبط لتحت، صافي كتطلع ديك الرغوه وانتم كتحيدوا فيها كتبقى اللون ديالها بحال لي نوازيت، شتوها باش ما تخسرش لينا السلو الا خليتو فيها داك اللبن. البنات بحال اللي كيولي واحد لوكو في السلو من بعد ما كيدوز واحد المده. هذه هي الطريقه انا كنخليها كتبقى طيب طيب على نار مهيله حتى كتعطي هذا اللون الذهبي وكتحيد ديك الكشكوشه كامله ولا دوك داك اللبن كيطيب. بسم الله. كاين البنات اللي يخلط الزبده مع الزيت البلدي، انا كتعجبني بالزبده صراحه لانه حتى هي من اصل حيوانيه البنات، ما عندهاش علاش نخافوا منها. مازال دوك الزيوت زيت المائده شويه ربما هي غير صحيه، مي الزبده بحال هكا حيوانيه ولا الزيت البلديه كيبقى كتخافي الزيت البلديه، شي مرات كطيح فيها شويه كتكون مجهده ما كيجيش سلو هو هذاك. المهم البنات انا غندلكو حتى نسالي باش ما نطولش عليكم الفيديو ان شاء الله، ونتلاقاو في الشكل النهائي.